السلام عليكم. في درس جديد من الدروس التي تقدم عن بعد. هذا درس في اللغة العربية المستوى الرابع، وهو يخص مكون التراكيب. عنوان الدرس: نصب المضارع الصحيح والجملة المؤولة. الحصة الثانية. نبدأ أولا بالتذكير بما تم اكتسابه في الحصة السابقة. تعرفنا في الحصة السابقة أن الفعل المضارع يكون مرفوعا إلا إذا سبقته إحدى النواصب التالية: أن، لن، إذن، كي. أكسر الأغصان، إذا سبقتها لن تصبح لن أكسر الأغصان. تلاحظ معي باللون الأحمر أن آخر حرف في الفعل المضارع كان مرفوعا، ولما دخلت عليه أداة النصب أصبح منصوبا. أكسر الأغصان، لن أكسر الأغصان. مثال آخر: أريد أن أغرس أشجارا. أريد أن أغرس أشجارا. الآن نقرأ هذا النص ونستخرج منه الأفعال المضارعة المنصوبة. أن تكسر أغصان أشجار الغابة وتلوثها بالنفايات فستفقدها رونقها، وستكون أيها الزائر قد هدمت دعامة من دعائم الاقتصاد. حاول معي الآن أن تستخرج الأفعال المضارعة المنصوبة. إذن كما تلاحظ أن هناك فعل واحد منصوب، وهو تكسر، لأنه مسبوق بأداة النصب أن. نستعمل هذا الفعل في جملة أخرى: لا يجب عليك أن تكسر الأغصان. لا يجب عليك أن تكسر الأغصان. لاحظ هذه الجملة، يمكن تعويضها بجملة أخرى لها نفس المعنى، وهي: لا يجب عليك تكسير الأغصان. إذن نحن الآن قمنا بتعويض أن زائد الفعل المضارع بمصدر. أن تكسر عوضناها بالمصدر تكسير، وهو من فعل كسر. هذا المصدر يسمى المصدر المؤول. المصدر المؤول. من خلال ما سبق يمكن أن نستنتج القاعدة التالية: الفعل المضارع مع أن يمكن أن يعوض بمصدر. هذا المصدر يسمى مصدرا مؤولا. الآن سنأخذ بعض الأمثلة لتتضح لنا القاعدة. المثال الأول: أن تحافظ على صحتك أمر ضروري. أن تحافظ على صحتك أمر ضروري. يمكن لنا تعويض الفعل تحافظ مع أن بمصدره، وهي: المحافظة على صحتك أمر ضروري. مثال آخر: يجب عليك أن تتابع الدراسة في البيت. يجب عليك أن تتابع الدراسة في البيت. تصبح هذه الجملة بعد تعويض أن والفعل بمصدر مؤول: يجب عليك متابعة الدراسة في البيت. الآن دورك الآن في تطبيق هذه القاعدة. أجب على هذا السؤال: حول كل مصدر في الجمل التالية إلى جملة فعلية مبدوءة بأن، كما في المثال: جلوسك في المنزل لا يعني أنك في عطلة. تصبح هذه الجملة: أن تجلس في المنزل لا يعني أنك في عطلة. عليك الآن تحويل الجمل المتبقية: الحصول على الرتبة الأولى من علامات الاجتهاد. إكرام المساكين عادة محمودة. زيارة الأهل في المناسبات واجب.